بس عشان شكرا شوف يلا يلا يا شباب يلا امسك المقص امسك المقص مع بعض بقى قصوا مع بعض قصوا الجديد رقم 3 استاذن يا فندم ان يقوم مدير المصنع بتقديم غرفه التحضر تمام يا فندم مقدم وليد محمد محمود الشهيدي مدير مصنع الغازات الطبيه والصناعيه رقم 3 اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم في غرفه التحكم الخاصه بالمصنع استاذن سيادتك في تقديم غرفه التحكم بسم الله الرحمن الرحيم غرفة التحكم اللي سيادتك مشرفنا النهارده فيها يا فندم هي المسؤولة عن التحكم والسيطرة على الوحدات الإنتاجية والمراكز الصناعية والخدمية في جميع مراحل العملية الإنتاجية وكذلك عملية تخزين وتداول منتجات المصنع وبيتم يا فندم فيها التحكم والسيطرة آليا من خلال أحدث أنظمة التحكم الآلي واللي بيربط بين أجهزة الحاسب الآلي وجميع معدات المصنع بيتكون يا فندم طاقم العمل داخل الغرفة من عدد 2 كيميائي ومهندس كهرباء يقوم كيميائي رقم 1 بمتابعة المرحلة الأولى من سير العملية الإنتاجية واللي بنعتمد فيها سيادتك على الهواء الجوي كمادة خام رئيسية بيتم تنقيتها من خلال مجموعة من فلاتر الهواء واللي بيتم دفع الهواء إلى ضغط الهواء التوربيني واللي بيرفع ضغطه إلى 20 ضغط جوي تقريبا بعدها بيتم التخلص من الرطوبة وأكياسيد الكربون وأكياسيد النيتروجين من خلال مجفف الهواء يقوم كيميائي رقم 2 بمتابعة المرحلة الثانية من سير العملية الإنتاجية واللي بيتم فيها تبريد الهواء بواسطة توربينات التمدد واللي بعدها بيدخل الهواء بدرجة الحرارة المنخفضة جدا إلى برج الفصل الرئيسي واللي بيتم فيه فصل الأكسجين والنيتروجين والأربون في الصورة السائلة اعتمادا على الاختلاف في درجة الإسالة لكل منهم وبعد الوصول إلى درجة النقاوة المطلوبة يتم الدخول على خزانات المنتج النهائي يقوم مهندس الكهرباء بمتابعة عمل الخلايا الكهربية وكذلك حساب معدلات الاستهلاك الكهربي ومقارنتها بمعدلات الإنتاج من أهم ما يميز فندم غرفة التحكم وجود 2 كابينة تحليل آلي تقوم بالتحليل المستمر بصفة دائمة على مدار الساعة لجميع منتجات المصنع أثناء سير العملية الإنتاجية وده فندم بيتم عن طريق ضخ العينات بواسطة الطلمبات الموجودة خلف كابينة التحليل ومرارها على خلايا التحليل للتأكد من خلوها من أكاسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وفي حالة عدم مطابقة العينة لدرجة النقاوة المطلوبة يتم التخلص منها آليا قبل الدخول على خزانات المنتج النهائي ودي يا فندم بتعتبر من أهم ركائز مراقبة وتأكيد الجودة واللي بنأكد من خلالها للعميل درجة النقاوة العالية لمنتجاتنا أحب برضه أطمن سيادتك فندم أنه تم مراعاة معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المصنع وهي أوامر فندم. فندم رائدران محمد السعداني مهندس تشغيل المصنع، أستاذن سيادتك في تقديم المعدات الموجودة بعمر المعدات. عمر المعدات فندم والإصدار سيادتك تضم 4 معدات رئيسية تبدأ بضغط الهواء الجوي الرئيسي والمسؤول عن سحب الهواء الجوي من الخارج بمعدل 19000 متر مكعب على الساعة من خلال مجموعة من الفلاتر الموجودة خارج عمر المعدات للتنقية من الشوائب والأتربة. كما يقوم بزيارة الضغط حتى 20 ضغط جوي من خلال 4 مراحل يتخللها تبريد بالمياه. بعد كده يا فندم بيدخل الهواء الجوي على المبادل الحراري الخاص بوحدة التبريد بالفريون واللي فيه بيتم خفض درجات الحرارة وصولا للدرجات التي تسمح بتكثيف نحو 99% من الرطوبة ويتم فصلها والتخلص منها آليا عن طريق وحدة فصل الرطوبة. المعدة الرئيسية رقم 3 الموجودة في عنبر المعدات يا فندم وهي وحدة نزل الرطوبة وثاني أكسيد الكربون والمسؤولة عن التأكد من تمام خلو الهواء الجوي من الرطوبة وثاني أكسيد الكربون قبل عملية الإسالة. المعدة رقم 4 الرئيسية يا فندم وهي تبريدات التمدد الموجودة أقصى يسار عنبر المعدات أمام سيادتك ومسؤولة عن تبريد الهواء الجوي وصولا إلى درجات الإسالة لضمان نجاح عملية الفصل لأبراج الفصل الموجودة خارج عنبر المعدات. وهي أوامر فندم.
المصنع امام سيادتك يا فندم. منطقه المرافق الصناعيه اللي بتتكون من برج تبريد المياه، محطه التوزيع الكهربي، مرشح الهواء الجوي، مجفف الهواء. سيادتك يا فندم. تفضل يا فندم. محطة التعبئة في المدينة الطبية والصناعية رقم 3 بتتكون من نقطة التعبئة الأربونيس المميزة باللون البني بتوقف 30 طن في الساعة، نقطة التعبئة الأكسجين الزائد المميزة باللون الأزرق بتطن في الساعة، السائل المميزة باللون الأصفر بتوقف 60 طن في الساعة. أي أوامركم.
تمام يا فندم. رائد محمد صلاح عبد العظيم مدير غرفة التحكم في مصنع فوق سيدا هيدروجين، استاذن سيادتك يا فندم في تقديم غرفة التحكم. الغرض من غرفة التحكم هو التحكم والسيطرة والتأمين لجميع الوحدات الانتاجية والوحدات المساعدة والمرافق الصناعية بالمصنع، ويعمل بغرفة التحكم مدير غرفة التحكم وعدد 3 كيميائي. كيميائي رقم 1 فندم، حيث يقوم بالتحكم في ضغط الهيدروجين والنيتروجين ومعدل سريان محلول التفاعل، كما هو موضح امام سادتكم على الشاشه رقم 1، حيث يتم في وحده الهدرجه تفاعل الهيدروجين الخام المميز باللون الاحمر في وحده الهدرجه مع السائل الدوار بوجود العامل الحفاز لانتاج فوق اكسيد الهيدروجين بتركيز 35%. كيميائي رقم 2 حيث يقوم بالتحكم في درجه الحراره ومعدل التركيز فوق اكسيد الهيدروجين، كما هو موضح امام سيادتكم على الشاشه رقم 2، حيث يتم في وحده رفع التركيز المميزه باللون الرمادي التحكم في درجه الحراره، وذلك رفع تركيز فوق اكسيد الهيدروجين من تركيز 35% الى التركيز المطلوب تركيز 50%. كيميائي رقم 3 يلزم لانتاج فوق اكسيد الهيدروجين وجود بعض المرافق الصناعيه المساعده التي يتم التحكم بها، وهي وحده انتاج المياه الصناعيه منزوعه الاملاح المياه الغير ايونيه، وحده الامداد بالنيتروجين، أبراج التبريد، محطة الكهرباء الرئيسية، وكذلك وحدة إنتاج البخار الغلايات، كما زودت غرفة التحكم بلوحة الإنذار الآلي لتعطي إنذار صوتي وضوئي ومكان حدوث الخطر لا قدر الله. أستاذن سيادتك يا فندم في إعطاء الإشارة لتشغيل المصنع. تقديم الوحدات يتم انتاج فوق اكسيد الهيدروجين بتركيز 50% عن طريق استغلال الهيدروجين المنتج من مصانع الكلور، والذي يعتبر احد منتجاته السنويه. ويتم مبنى الانتاج الموضح امام سيادتك يا فندم جميع مراحل العمليه الانتاجيه، وتبدا العمليه الانتاجيه بوحده الهدرجه، حيث يتم تحضير المحلول الدوار وضخه الى مفاعل الهدرجه، حيث يتفاعل الهيدروجين مع المحلول الدوار بوجود عامل حفاز، ثم يتم ضخ المحلول الدوار المهدرج الى وحده الترشيح لترشيح العامل الحفاز واعاده ضخه الى مفاعل الهدرجه، كما يتم التخلص من الهيدروجين الزائد عن طريق خزان نزع الهيدروجين، وبعد ذلك يتم ضخ المحلول الدوار المهدرج الى وحده الاكسده، ويعتبر برج الاكسده أساس العملية الإنتاجية، حيث يتم استخدام الهواء لأكسدة المحلول الدوار المهدرج لإنتاج فوق أكسيد الهيدروجين مختلطا بالمحلول الدوار، لتتم عملية الفصل في برج الفصل، وفيه يتم إنتاج فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز 35% وضخه إلى منطقة خزانات المنتج الأولي، ثم بعد ذلك يتم رفع تركيز فوق أكسيد الهيدروجين من 35% الى 50% عن طريق وحدة رفع التركيز، ليتم ضخ فوق اكسيد الهيدروجين المنتج بتركيز 50% الى منطقة خزانات المنتج النهائي، ليتم اعادة ضخه الى وحدة تعبئة المنتج النهائي الداخلية، بالاضافة الى امكانية ضخه لتعبئة العربات المجهزة في منطقة التعبئة الخارجية. ويا امر يا فندم.
تمام يا فندم. رائد اسلام محمد رامي، مدير وحده تعبئه منتج فوق سيدي الهيدروجين. اهلا بسيادتك فندم في الوحده. تم تعبئه منتج فوق سيدي الهيدروجين في عبوات متعدده الاوزان، وزن 25 كيلو ووزن 65 كيلو طبقا للمواصفه العالميه لتعبئه المنتج. ويتم استخدام عبوات من ماده البولي ايثيلين عالي الكثافه والنقي لضمان عدم تفاعل المنتج مع العبوه. استاذ سيادتك فندم، في بدايه تفقد خط التعبئه، تبدا عمليه التعبئه من خلال سير التغذيه، حيث يتم تغذيه ماكينه التعبئه بالعبوات الفارغه. تتم عمليه التعبئه اليا، وتنتهي عمليه التعبئه باحكام غلق العبوه واختبار العبوه وطرد العبوه الغير مطابقه للمواصفات. ثم يتم نقل العبوه تامه التعبئه الى ماكينه الطباعه، حيث يتم طباعه تاريخ الانتاج على الجسم الخارجي للعبوه. وبعدها يتم نقل العبوه الى ماكينه لصق بطاقه الاستدلال والمدون عليه اسم المنتج والتعليمات الخاصه بالنقل والتداول والتخزين استعداد رصها على الطبالي. وباستخدام الروبوت يتم رص العبوات على الطبالي البلاستيكيه طبقا للمواصفات العالميه لتخزين المنتج. عقب اتمام عمليه الرص يتم نقل الطبليه تامه الرص الى ماكينه شد حزام الامان، وذلك لضمان ثبات العبوات اثناء النقل والتداول. ثم يتم تغليف الطبليه بالاسترتش، وذلك لحمايه المنتج من العوامل الخارجيه اثناء التخزين. وباستخدام الرافعه الكهربيه يتم نقل المنتج التام الى مظله التخزين او الى رصيف التحميل استعدادا لنقلها للسوق المحلي او التصدير. واي اوامر يا فندم؟